خلينا نروح لموضوع آخر حقيقة، وهو مهم جدا جدا، وهو عن قطاع بيشهد طفرة كبيرة جدا، هو قطاع الإسكان. امبارح تم فتح باب التقديم لوحدات الإسكان المتوسط والمميز في عدد من المدن الجديدة. خلينا نعرف خطوات الحجز وأنظمة السداد من المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور على حضرتك يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا وسهلا. اهلا بيك. طيب يا فندم، ايه المدن الجديده يعني اللي تم طرح فيها فتح باب التقديم لحجزها، وايضا عدد الوحدات المطروحه، الطرح بيبقى سباقيه التقدم، لو تقول لنا بعض التفاصيل يا فندم. احنا طبعا يعني عندنا طرح المره دي يعني متنوع في اكثر من مدينه، بنحاول نغطي يعني جزء كبير عشان كل الناس تستفيد بانحاء الجمهوريه. فعندنا في القاهرة الكبرى في الشروق والقاهرة الجديدة، وعندنا في الصعيد في المنيا وفي غرب أسيوط وفي دمياط، عندنا برج العرب، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، 6 أكتوبر والعبور. ففي تنوع يمكن 15 مدينة تقريبا، واحنا عندنا طبعا طرح ده الحمد لله يعني 15 مدينة في مختلف أنحاء الجمهورية. في مختلف أنحاء الجمهورية مظبوط. واحنا عندنا طبعا الطرح ده بيستفيد مبادره التمويل العقاري لاطلاقها سياده الرئيس، مبادره 3% و8% اللي كان يعني مستهدف فيها ان مظله التمويل العقاري تبقى اكبر وتستوعب شرائح اكثر من المجتمع. والحمد لله يعني احنا عندنا طرح المره دي باعلان ده حوالي 7000 وحده سكنيه مختلفه من 3 مشروعات، سكن مصر ودار مصر والجنه. و3 مشروعات دول فيهم تنوع برضه في المساحات من 100 متر ل 130 متر في سكن مصر، ومن 100 ل 150 متر في دار مصر، ومن 100 ل 151 في جنه. احنا الخطوات الحجز مع حضرتك سالتي سهله جدا من اول امبارح. احنا عندنا الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. البوابه الالكترونيه فيها ايكون جاهز كده للحجز، المواطن او راغب في الحجز بيدخل عليها بيعمل تسجيل حساب الكتروني على الموقع، وبينزل الكراسه بشكل مجاني عنده على الكمبيوتر اللي هو شغال عليه، وبيقرا الشروط وبيشوف النماذج الوحدات وبيشوف المواقع في المدن وبيشوف الاسعار الوحدات كام، سعر المتر كام، يعني كل التفاصيل دي على الموقع يا فندم. فلو حضرتك تقول لنا اسم الموقع مره ثانيه. موقع الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. في اي محرك بحث لو كتبنا بس صندوق الاسكان الاجتماعي هيلاقي ان شاء الله البوابه الالكترونيه قدامه في اول نتيجه في البحث ان شاء الله. وموجود على بوابه مصر الرقميه كمان. وموجود على بوابه مصر الرقميه، وموجود على موقع وزاره الاسكان برضو. احنا عندنا كل المواقع وصفحات الفيسبوك موجود عليها. لا انا اقصد المظله العام اللي هي بوابه مصر الرقميه، يقدر من خلالها يدخل على الرابط الخاص بالموقع بتاع حضراتكم. لكن هنا حضرتك بس يعني ذكرت حاجه، ان الوحدات اللي بيتم طرحها دي هي بتخضع ايضا او بتتماشى مع مبادره السيد الرئيس الخاصه بال 3%، صح؟ مظبوط يا فندم، الوحدات المطروحه كلها بتخضع للمبادرتين 3% و8%. طيب احنا طبعا علشان يعني نقدر نفرق بينهم، احنا عندنا المبادرات دي لاطلاقها بنك مركزي، هو يعني حط لها شروط واشتراطات للتقدم ليها. احنا عندنا ال 3% بتنول الوحدات السكنيه اللي سعرها بيوصل لحد 1,400,000. طبعا احنا عندنا وحدات ب 400,000 و600,000، مش كل الوحدات بمليون، بس هنوصل لان الوحده اللي سعرها يوصل مليون و400,000 ده حد اقصى. يعني طبعا. لو الوحده ثمنها 600,000 او 400,000 اقدر برضه اخدها ب 3%، صح؟ ما هو بالظبط كده، هتخش تحت مظله مبادره 3%. نعم. افرض الوحده زادت عن كده وده موجود في مشروع جديد، مش هتخش في مبادره التمويل العقاري اللي هي 8%. طبعا بيحددها بعد كده طبعا اشتراطات الدخل الشهري للفرد او الاسره. دي بقى الشروط اللي انا عاوز اعرفها من حضرتك، الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز الوحده. احنا طبعا عندنا اول حاجه يكون سنه اكثر من 21 سنه. ودخله الشهري لو كان هيخش في مبادره 3%، الدخل الشهري لا، الحد الاقصى للدخل الشهري في 3% للقعده ب 10,000 جنيه في الشهر الحد الاقصى، وللاسره 14,000 جنيه. احنا بنقول الحد الاقصى يعني ما يزيدش عن الرقم، ما يزيدش عن تمام، اقل من كده يخش ان شاء الله في المبادره. بالنسبه لمبادره التمويل العقاري لو دخل في شريحه 8% هيبقى برضو للقعده لا يزيد عن 40,000 في الشهر، والاسره لا يزيد عن 50,000 في الشهر. اقل من كده طبعا بيخش ان شاء الله، وبس المهم ما يتعداش الحد ده. المساحات زي ما قلنا عليها احنا موجوده، وطبعا الاسعار موجوده في الكراسه، وعندنا طبعا في اداتين، في تم تزويد الموقع بأداتين جداد للمواطنين. الاداه الاولى انه يقدر يحسب
الشاشه كام اسمها الحاسبه الالكترونيه، والاداه الثانيه اونلاين يقدر يتفرج على الوحدات ويعمل محاكاه لموضوع الحجز اللي هو يبدا يوم 24 مارس ان شاء الله. عظيم جدا، كانه موجود في الموقع. مظبوط ان شاء الله. احنا طبعا عندنا من النهارده من امبارح لحد يوم 8 مارس مرحله التسجيل، ودي ما فيهاش اسبقيه ولا افضليه لحد، كل الناس تخش تسجل وتعمل مقدم جديد لحد وترفع الاستماره والاقرار والورق المطلوب. وبدايه من يوم 24 مارس اسف 16 مارس ليوم 24 مارس ان شاء الله ده ميعاد حجز الوحدات اونلاين باذن الله. طب يا فندم، بما ان حضرتك اتكلمت عن الحجز اونلاين، كان في شكوى امبارح انه الموقع وقع، هل تم يعني تم حل النقطه دي ولا لسه في مشاكل؟ احنا طبعا كويس قوي ان حضرتك سالت السؤال ده، لانه احنا امبارح اللي حصل فعلا حوالي الصبح حصل توقفات للموقع بسبب ان الناس كانت متخيله ان الاسبقيه بالتسجيل مش بالحجز. فاحنا نوهنا ونزلنا بيان ان يا جماعه احنا فاتحين التسجيل فقط وده مش بالاسبقيه. فطبعا الاقبال كان كبير جدا، فده السبب ان خلى الموقع يبقى فيه تباطؤ، بس عالجناها وزودنا الباندوس الحمد لله، الموقع اشتغل كويس جدا دلوقتي، بس مفيش اسبقيه النهارده. الاسبقيه وباولويه الحجز يوم 16 مارس ان شاء الله. طيب يعني اعتقد برضه هيبقى فيه سؤال مهم جدا في ذهن المشاهدين يا فندم، وهل هل الوحدات كلها جاهزه للتسليم ولا لسه الوحدات هتتسلم بعد فتره؟ يعني امتى تسليم الوحدات؟ الوحدات جاهزه للتسليم ومتشطبه ومخدومه بالخدمات، وكمان منماه المنطقه يعني اللي فيها سكان بالفعل، فالوحدات جاهزه على الاستلام. بمجرد ما الحاجز يخلص اجراءات الحجز ان شاء الله ويتوفق في الحجز وينطبق عليه الشروط ويدخل في مبادره تمويل عقاري، مجرد ما ينزل العقد هيستلم وحدته فورا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا باشمهندس، يعني برضو نستغل وجود حضرتك معانا ونطمن على السكن الخاص بالموظفين اللي هيتم نقلهم للعاصمه الاداريه الجديده. طبعا ده ملف بيدار وبيناقش باستمرار، يعني طبعا بمعرفه دوله رئيس الوزراء، وكان في اجتماع بالامس بالفعل عن الموضوع ده، وان شاء الله احنا حسب الاجتماع اللي دار بالامس انه اعتقد في خلال ايام هيكون في ان شاء الله اعلان عن تفاصيل الحجز لكل الساده المواطنين المنتقلين او الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمه الاداريه الجديده. ان شاء الله. هي يا فندم طبعا بشكر حضرتك المهندس عمرو خطاب معاون وزير الاسكان وايضا المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان، نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم.